اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواطي برهان، المبسوط في الوجود قربه وإحسانه. صلى الله عليه على مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علما، وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه. أرسل إليه مصرف خلقه وجل عبيده رحمة، تألقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المهبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوم. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان، صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وترزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم وصف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسي الواسع، تجلي انقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع، فله الحمد الذي لا تنأسر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة درداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، ليتصرف بوجوده ثقلان، وتنتشر أسراره في الأكوان، فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابه فضل الله على هذا الحبيب. يا قلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من صرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا، قد ترقى في الأسد أعلى مقام، وتناهى في مجده وتعالى، لا عظمت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا، وهو من فوق علمي ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا، فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان، ويآر في تأكل معانيه الجنان. انتشر منكم في عالم البطون والدور ما ملأ الوجود الخلق ينور، فتبارك الله من إله كريم، بشرتنا آياته في الذكر الحكيم، ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيز عليه ما أنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فما فاجأت وادي البشار وتلقاها بقلب سليم،
فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وصف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يريب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوك على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق الشواهد. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا كان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة كرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية ومرز فيها في الخلعة الكمال وقام بأكل ربوبية في موادن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الكمال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه فيمسد في قلبي نور سر تعلقي به وحبي ويكتب بها بعناية الله في اسمه وأنا آله وصحبه الذين ارتقوا صوة المجد بكرمه وتفيعوا إلى الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطرت الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم وصف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كسفت جناح هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور. وأنفض الحق حكم على من تم الله عليه النعمة من خواص الأمة
أن ينظر عند وطئه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. صلى الله عليه محمد توفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من العور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق الصبح الكمال من النور أن أموت وبرز الحامد المحمود مدئنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول المصطفى الهادي محمد.
عند رب العالمين يا الله.